صباح الخير مشاهدينا، اليوم بحلقة جديدة بكاتوك رح استقبل معي داني عزام. أهلا وسهلا فيك شيرين. أهلا وسهلا فيك وللمشاهدين كمان. اليوم رح نحكي مثل العادة عن ستايل جديد للصيف، وكمان رح نحكي عن الأعراس وكل شيء بيختص بسيزن الصيف. مزبوط. ولكن البداية خبرنا شوي شو تحضيرات داني عزام لهيدا الموسم. هيدا الموسم هلأ عنا عجقة أعراس كتير، بس ما بيمنع انه هلا عم نحضر شيء للعروس من بعد عرسها، اكيد لتعمل ريلوكينج، لتحس حالها بلشت بسنه جديده، تغيرت شوي حياتها. بقى هلا بدنا نفرجي شوي ستيل انه كيف لازم تغير ستيلها وشعراتها اكيد مثل ما هي بتحب، وشو درج بال 2013. صحيح. قبل ما كمان نستقبل معنا بالستوديو رح نشوف قصة ورح نشوف ستايل ورح نشوف كل شيء بالستوديو لايف. بدنا نحكي عن اللون أكيد، وبدنا نحكي شوي عن الأكسسوار، وبدنا نعمل كوب عطويل، وعن جد كثير مهم للعروس لتغير شيء جديد يكون عندها بالصيفية. عادة كل عروس بيجي لعندك داني بتكون حتى براسة أنه بدها تعمل ريلوكينج أو تغير ستايل، ولا أنت بتنصحها أو حتى كمان يمكن بتساعدها أنها تاخد هذا الأعراس؟ هو أكتر الأعراس عم بيكونوا حابين أول ما يخلصوا العرس أنه يعملوا شيء ريلوكينج، لأنه بيكونوا شوي عم بيطولوا شعراتهم كرمال يرفعوا أو يعملوا موديل. بقى يمكن مش همنين حالهم، بس أنه بهمهم انه ما يغيروا قبل العرس احسن ما يفاجئوا العالم كله، بركي ما لبقوا او شيء هيك بفكروا. بقى هلا بالعكس هلا على الاعراس اللي عندي وبلشنا فيهم ديجا، انه هلا صرنا ما علينا كثير اعراس، بقى عم نغير العروس بطريقه عن جد تفرق 100%، بس اكيد بتضلها هي هيدا يعني اهم شيء، بتضلها نفس الشيء، هي نفسيتها شكلها بس شعراتها شيء جديد، وخصوصا هلا بالصيف كثير حلو الالوان الجديده الفاتحه، وهلا رح نحكي كمان عنها. بس قبل ما نبلش داني، بتصور انه يمكن العروس لازم تجي قبل بشهرين ثلاثه مينيموم، يعني اذا بدها تعمل ريلوكينج تحيه تتعود شوي على ستيلها، تعرف انه كيف فيها يمكن كل مره عن مره تغير وتتقبل شو هذا الستايل اللي بدها تعمله، قبل ما يكون قبل بجمعه او جمعتين من العرس هيك فجاه تعمل. اكيد اكيد هي الفكره، اكيد هلا فيها تعملها قبل العرس اكيد، بس هي الفكره من بعد العرس لتعمل شيء جديد، لتفرجي يمكن تظهر عندها ظهريتها أكثر، بصيروا عندها معزيم وهيك تبين إنه ستيل جديد وشيء أكيد مثل ما دارج هلا. بقى هي الفكرة دغري من بعد العرس تعملها، ما بتنطر شهرين ثلاثة، ما هو ديجا هلا عرسها خلص، بقى لازم دغري. لا أنا بقصد قبل بشهرين ثلاثة من عرسها، من عرسها أكيد، مش قبل بجمعة لا. أو بعد عرسها بوقت أكيد قبل فترة من عرسها أكيد تهتم بشعراتها، بانديوليت ماسكيت لشعرها بتهتم فيهم لنهار عرسها يكون مرتاح شعرها. مزبوط. بس الريلوكينج لا، بفضل أكيد من بعد العرس دغري. بعد العرس طبعا نطول كتير على المشاهدين، رح نشوف هلا ستايل انت حضرته اوريدي بالستوديو. تفضلي. هذا ستايل داني هلا محضر شيء رومان ستايل. رومان ستايل صحيح. اللون كثير شاغل عليه بطريقه هلا دارجه، وستيل صيفي كثير، في لو لايت بقلب الشعر. هيدا لون شعره طبيعي؟ هيدا لا، هيدا اللون الشعر الطبيعي عامل لو لايت، بس بطريقه كانه معمول لون ومش معمول لون، وفيه بقلبه لو لايت خفيف، بس اللون الجري القاش اللي مش ضارب ابدا الاحمر والاورنج. الاكسسوار ستيل رومان ستايل، حتى تمشيطه عمل لها شيء كثير كثير سامبل ويفي. بقى الويفي هيدي التمشيطه فيهم يروح عليها على الاعراس، عندهم ايفنت، وشيء كثير ناتورال وخرج صيفيه اكيد. نعم، بما انه نحن بالصيف. نعم، في اشخاص اكيد بيجوا لعندك داني يمكن حاطين براسهم يعملوا هيك شيء جديد غريب، بس بذات الوقت ما عندهم الاكسسوار، او جايين يمكن مش حاطين براسهم يعملوا هذا ستيل ويحبوا يعملوا. مزبوط. عندك الاكسسوار كمان هيك جاهز. انا اكيد بجهز دائما، كل مره بجهز، كل موسم بجهز الاكسسوار اللي انا بدي اياهم، بوصي عليهم بيعملوا لي اياهم. الاكسسوار عندي من كل الانواع، كثير مهم يكون في اكسسوار بالشعر خصوصا بالصيف، لانه كثير الثياب الهابي اللي فينا اكثر، بتعرفي بحر واجواء حلوه بتكون، بقى حلو يكون في شيء اكسسوار اكثر بالصيف اكثر من الشتاء، الشتاء شوي هيك
بنضبضب حالنا. مظبوط. ونعرف كمان على السيدات والصبايا بلبنان بحبوا يتابعوا كتير الموضه وهن السباقين مثل ما بيقولوا، يعني بيتجرأوا. انا على طول انا وانا من عندك من هون دائما بنجرب نسبق كل شيء ليكونوا كل المشاهدين عارفين شو الستيل هلا وشو بيلبق لهم. وهلا رح نفك بدي مشي، بدي اعمل لها كوب على طويل، ما رح اشتغل كثير هلا، انا حاطط لها اكستنشن ديجا رح نشيلهم. رح اعمل لها كوب على طويل ديجا، انا قصصت الكوب بس هيك شوي تزبيط الكوب. هلا اللي بدنا نعملها هي صالحه لاي مناسبه او لاي مناسبه. الكوب اللي هلا دارجة اكيد بالصيف 2013 ستيل اكيد الشعر طويل. نعم عودين عليك بدقيقتين ثلاثة بتعمل قصة. صح. هلا معنا وقت، معنا سبع دقائق. اها اوكي. يعني فينا هلا شايف؟ فأكتر. اكيد هون عم بينقص على الناشف. اكيد على الناشف. بما انه طريقة سريعة. حتى صحيح. حتى هلا صار فينا نشتغل قصات، صار في كثير كوبات على الناشف بينقصوا. بس بضبط شوي. كل الاشخاص كمان بيقدروا يرجعوا يحضروا كل حلقات داني عزام على الويب سايت فين يلاقوه. مزبوط. هلا نحن انا معك دائما بننزل بكذا مره كل مره شيء. بقى في اكيد قبل شوي لورا شي شهرين عاملين اشياء للاعراس، حتى كمان في يفوتوا على الام تي في يحضروها اكيد على mtv.com.lb. مزبوط. وحتى عندي انا كمان على الويب سايت منزلين وعلى اليوتيوب. فينا نقول انه في الويب سايت اللي هو danyaazam.com وفي danyaazam.me. مزبوط. صحيح. مزبوط. وعلى فيسبوك اكيد فيهم يتابعوا كل الصور وكل الستايلز اللي عم تنزلها مره بعد مره. في شيء هلا كثير بارج بالصيف، يعني يمكن لون، يمكن قصه، يمكن هير ستايل جديد كثير ضارب هلا هذا الموسم، ولا حسب كمان كل سيده؟ لا عليك، اكيد اكيد في اشياء دارجه بتكون اكثر. هلا هيدا اللون اللي انا عامله هلا اخر موضه، حتى في قصه بعد بدنا نقصها، بدنا نجرب الجمعه الجاي معك كمان ننزل. رح اعمل قصه كمان غير هيدي كليا على كاريه. نعم. على كاريه طويل شوي بقى كمان هدول الدارجين، وفي اشياء كمان قصير يعني اللي بيجي لعندي اكيد بفسر له على كل شو بيلبق، شو اللون، شو الطريقه بنشتغل عليها. اكيد في اشياء لكل شخص. شو فيها السيده تستفيد من الصالون عندك داني؟ يعني شو فيها تعمل كل سيده بتفوت لعندك؟ نعم. هلا انا عندي كل شيء اكيد، نيلز، سبا، تريتمنت، فيشل وبادي، حتى عندنا سبراي تانينج. دموزيل انيتا هلا عامل لها سبراي تانينج بيعطي لون كثير حلو وبدون ما تتعب البشره او شيء، يعني احلى من السولانيوم نسبيا. يعني فيها كل عروس قبل عرسها بتجي فيها تعمل يمكن في باكجز باي ذا واي، يعني في باكجز للعروس عم تعملوه، يمكن مش بس الشعر والميك اب، في شيء خاصه بمساج او بتريتمنتس معموله. اكيد في اشياء للعروس بتريتمنت لشعراتها بيكونوا قبل بشهرين عم نشتغل عليهم. في للتريتمنت بادي كمان بتوصى على نهار عرسها، التان تبعتها احلى سكراب، واشياء تريتمنت خصوصا للعروس بتعطي اشياء حلوه. حتى البي وايت عندي فيها تعمل بي وايت لسنينها. في كل شيء، يعني اكيد ميك اب، نيلز، كل شيء. عملتوا بتول بعضه ولا لا؟ هلا عامل ديجرادي. هلا الفكره اكثر انه ما دارج كثير الديجرادي، الديجرادي شوي واطي، يعني ستيل اكثر على كاريه. اللي قصيته هلا يعني اذا بدك ديجرادي من قدام ومن ورا شوي في، وديجرادي من فوق من هون ومن النص شوي صغيره، بس اكيد مش هول كثير قصار احسن يطلعوا. ليه؟ لا تقدر تعمل فوليوم بالشعر بعدين. نقدر اكيد الديجرادي من هون شوي بنعمله ليعطي فوليوم ولوجه احلى، بفتكر هالطريقه حلوه. وحتى اللي الكريم مثلا اللي بدي قصه الله الجمعه الجاي لهون بطريقه مرتي جاي بنحكي عنها. نعم.
كمان هون عم تشوف الويفي. ويفي الكثير عريض. نعم. ما بدنا نعمل ويفي كثير كثير هلا دارج اكثر اشياء ناتشورال. ناتشورال والويفي العريض اللي يعني ما بي يعني بعد شوي بحس دغري بيقشط بس بيصير بطريقه حلوه. بطريقه كثير ناتشورال بيصير كرون اذا بديك بس على كثير كثير عريض. حتى الفوليوم ما بقى دارج مثل قبل كثير فوليوم يعني صرنا رايحين على ستيل كثير كثير سهل غربي أحلى. على الغربي اكثر صح بس لا شك انه على طول بالمزاج الغربي مع الشرقي مع هيدا الحلو فينا نحن كرمال هيك نحن خاصه لبنانيه كثير مسابقين بفتكر غيرنا ومثل ما بيقولوا الصيت يعني لهم وفعل لنا او لاك بقى إيه لانه نحن بنضمن الغربي والشرقي وهذا الستيل الحلو حتى الشعر الشرقي اصعب من الغربي بقى نحن وقت نكون عم نشتغل وعم نعطي نتيجه احلى من الغربي هذا افونتاج انه نحن اشطر اكيد بتتابع داني بي يمكن فاشن شوز بينعملوا برا او سيمينارات أكيد. كمان على الشعر اكيد بما انه هيك انا كل سنه بروح مرتين او ثلاث مرات هلا عندنا موسم عرس حافل بعد تقريبا شهرين شهر ونص ظامت ثلاث اربع ايام لانه عن جد عندي كثير اعراس بقى بنظبط شوي بناخذ اشياء جديده وبنكمل لانه دائما لازم الكوافير يركض ويتابع على مصلحته لانه هي بالنتيجه فن بناخذ اشياء وانا بزيدها من عندي اكيد هيدي الكوب على كثير ناتورال هذا اللون ستيل رومان ستايل على يوروب يعني يكون شوي ناتورال الغرة على طويلة منا قصيرة إذا حدا إذا بدنا نقص قصة طويلة أكيد الغرة على طويلة مش قصير هيك لكن كنا عم بالكوب أكيد على طول داني معك بتجدد وبقصات جديدة وستايلز جديدة حنرجع نشوفهم بكاتوك أهلا وسهلا فيك ميرسي لك وللمشاهدين مشاهدينا هيك خلصت حلقتنا لليوم بكاتوك أنا بوداكم ونرجع نتلاقى أكيد بفقرة جديدة بكاتوك باي باي